بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ المحاضرة رقم 7 من الأسبوع الثامن في مادة الميكانيكا دروند ME105. معاكم الدكتور محمد عمر هندي. موضوع المحاضرة النهاردة إن شاء الله هي البيرنجز يعني كراسي المحاور. علشان أعرف البيرنج هو جزء بيتركب في المشين وبيسمح للأجزاء بالحركة النسبية بالنسبة لأجزاء أخرى. كراسي المحاور بتستخدم لتثبيت حاجات كتير، لدرجة إنها بتستخدم في ناطحات السحاب علشان تسمح ليها بالحركة خلال وجود زلازل. البيرنج نوعين أساسيين، الكونتاكت اند نان كونتاكت. في نوع الكونتاكت بيحدث فيها كونتاكت بين الاجزاء وبعضها، وبيبقى في اجزاء بتنزلق على بعضها وبتدور مع ثبات وجود كيس محطوط في البيرنج. الميكانيكال كونتاكت اللي بيحصل فيه يعني وجود تآكل ممكن يحصل نتيجة الكونتاكت، فعلشان كده لازم الأجزاء تكون لها ستيفنس عالي عشان تقدر تقاوم وتتحمل التآكل اللي بيحصل وما تنكسرش وعمرها يبقى أطول. النون كونتاكت بيرنجز بيشمل الاكسترنالي بريشرايزد عند هيدروديناميك فلويد فيلم، وبيكون الفيلم ده ممكن يكون الطبقة ديت الرقيقة بتبقى ليكويد، وغالبا بيكون نوع من أنواع الزيوت أو الهواء أو ميكسد ما بين الليكويد والإير. عندنا كمان الميكانيكال كونتاكت يعني الستاتيك فريكشن، ده نقدر نعمل له إليمينيشن. طيب نتكلم تاني على كل أنواع من أنواع البيرنج له تطبيق خاص به طبقا لطبيعة التصميم وطبيعة التشغيل اللي ممكن يستخدم فيه. طبعا هنتكلم على الأنواع دي في السلايدز الجاية. احنا كنا قلنا في الفريكشنال بيرنج والانتي فريكشنال بيرنج، او بنسمي الجورنال بيرنج والانتي فريكشنال بيرنج. هنتكلم على الجورنال او الانتي فريكشنال بيرنج. بيستخدم هذا النوع من البيرنجز للاعمده الطويله اللي بتتطلب ركائز على طول العمود. بتتكون هذا النوع من البيرنج من البيدستال او البيز يعني الجسم بتاع البيرنج، وكاب وغطاء من فوق، وجلبة نصين مصنوعة من النحاس. الجلبة النصين دول بيتم تجميعهم اسفل واعلى العمود. في النصف العلوي من الجلبة بيوجد ثقب مقابل للثقب موجود في الكاب، بحيث يمكن التزييت من خلال هذا الثقب، بحيث لما يتحط الزيت من الثقب الموجود في الكاب ينزل إلى الثقب اللي موجود في نصف الجلب العلوي وبينزل على العمود، بحيث يكون طبقة من الزيت بين الجلبة والعمود. الطبقة دي بتعمل على تبريد وتقليل الاحتكاك بين الجلبة والعمود بحيث يقل التآكل في الجلبة وعمرها، بالتالي بيطول، ودي حماية للعمود وحماية للجلبة في نفس الوقت. هنا في السلايد ديت هنتكلم على ايه الوسائل اللي ممكن نحافظ بيها على طبقة الزيت اللي موجودة بين الجلب النحاس والعمود اللي هو الشافت. أول حاجة اللي هي نمرة 1، بنقول
شافت اند هاوزنج شولدرز، بنعمل له شولدرز بحيث تمنع تسريب الزيت من الجوانب بتاعت العمود واللي بين الجلب اللي هي نصف الجلب العلوي والسفلي وبين العمود. تاني نوع من انواع الطرق الحفاظ، بنعمل على الزيت بنعمل شافت شولدر وفلانش اللي هي نمرة 2، هتلاقي في فلانجة لها شفة خارجة من بره. تالت طريقة اللي هي نمرة 3، الفلانجت ويز انتي روتيشنال كي اللي هو خبور يمنع دوران النصف الجلبة العلوي بحيث لما العمود يلف الجلبة ما تلفش، وده بطريقة التثبيت برضو في الجلبة، وفي نفس الوقت ليها شولدر خارج من بره بحيث يمنع تسريب الزيت. في الانترنال جروف اللي هي نمرة 4، بتبقى فيه جروف في النصفين الجلبة، دول بيمسكوا في الجسم بتاع البيرنج بحيث الجلب ما تتحركش وتبقى ثابتة مع البيز والعمود هو اللي بيلف، وبنسميها الانترنال جروف. خامس نوع اللي هو الهاوزنج اندر كات، بنعمل اندر كات بحيث نمنع تسريب الزيت من الجلبة والعمود الطبقة الزيت ديت. في ريتيننج رينجز، في حلقات بتتحط من اول واخر الجلب بحيث تمنع تسريب الزيت منها، وبتبقى طبقة الزيت محفوظة وما بتقدرش تسرب من الجلب ديت. سابع نوع اللي بنسميه شافت اندر كات، بنعمل اندر كات في العمود نفسه بحيث النصفين الجلبة يباتوا جوه الاندر كات ديت، ينزلوا جواه. في اخر نوع اسمه سناب ان، من السناب ان دي بتكون طبعا سناب والجلب بتاعتي بتبقى على الشكل اللي انت شايفها شكل السناب، بحيث ان برضو ما يتسربش طبقة الزيت اللي بينها وبين العمود. يبقى دي الثمان طرق اللي ممكن نمنع بيهم تسريب الزيت او طبقة الزيت او الاويل فيلم اللي بين الجلب النحاس وبين العمود بحيث ما تسخنش الجلبة من الدوران او الاحتكاك اللي هيحصل نتيجة الدوران العمود، وبالتالي بحافظ على الجلبة من التآكل وعلى العمود كمان من التآكل او السخونة او التشوه اللي ممكن يحصل نتيجة السخونة اللي بتحصل من الاحتكاك. في السلايد دي بنبين الاجزاء بتاعت البيرنج والبسد، ده الاول قاعدة اللي هي اللي تحت وفيها تجاويف من تحت بحيث المسامير تمسك فيها وتثبتها في المكان بتاعها، والنصفين الجلبة اللي قدامنا والكاب اللي فوق وباين فيه التقم بتاع الزيت، ولما بتيجي تجمع بنجمع ندخل المسامير اللي بتمسك في ان عندي مسمارين بيمسكوا في بيمسكوا البيز مع الكفر وبيتربطوا بصواميل. في الحقيقة بنركب صامولة ترباط وصامولة زن عشان نضمن عدم انه نتيجة الفايبريشن او نتيجة التشغيل يحدث ان الصامولة تفك فالكفر يطلع لفوق او يتنطر. فدي نظام تأمين يعني للرباط بتاع المسمار واللي بيربط بين الغطاء وبين البيز بتاع البيرنج. هنا في السلايد ديت الاسمبلي درونج بقى اهو قدامك اهو، النصفين الجلبة ماسكين على العمود والغطاء اللي فوق والمسامير متركبة
والصامولتين، صامولة الرباط تحت وصامولة الزنقة فوقيها، وده رسم تجميعي او اسمبلي درون للجورنال بيرنج. هنا في السلايد اللي قدامنا هنتكلم على الفريكشنال بيرنج بقى. الفريكشنال بيرنج اللي هو اللي احنا بنقول عليه رومان بيلي، هو في الحقيقه الفريكشنال بيرنج بيتكون من حلقه خارجيه وحلقه داخليه بينهم اليمنتس. الاليمنتس دي ممكن تكون بول او تكون سلندر او تكون نيدل او تكون كونيكال اليمنت حسب النوع بتاع الفريكشنال بيرنج ده. وبيمسك البيرنج ديت كيج زي قفص كده بيحكمها بحيث ما تتفرطش وبتتثبت في مكانها، بس لما بيجي يتركب بيتركب العمود بالداخل في الانر ريس اللي هو الحلقة الداخلية زي ما انت شايف في الرسمة العلوية. والهاوزنج يبقى راكب من بره مع الاوتر ريس مع الحلقة الخارجية. لما العمود يلف الاليمنتس دي بتلف والخارجي بيبقى ثابت او العكس. انما في الحالة بتاعتنا دي الحلقة الداخلية هي اللي بتلف مع العمود اللي بيخش معاها شحط طبعا، والخارجية هي اللي ثابتة. فده نوع من انواع الفريكشنال بيرنج او بنسميه البول بيرنج، وفي انواع طبعا كتير منها، انما احنا بناخد نوع من الانواع كرمز ازاي نعبر عنه في الرسم الميكانيكي. في السلايد دي بيبين لك الاليمنتس اهي قدامنا اللي هي البولز، وتحت البول وهي ممسوكه بالكيج اللي هي وسيلة التثبيت بتاعها بحيث ما تفرطش او تتحرك من مكانها. وفي الحقيقة الكيج ده بيمسك بالبرشام، فدي عشان بس لتوضيح ازاي بتتثبت البول دي ما بتتحرك وهي في مكانها بس ما بتتنقلش من مكانها لمكان تاني. هنا في قطاع في الفريكشنال بيرنج وبيبين الاوتر ريس ادي اللي بره والانر ريس اللي جوه بينهم البول اهي، وتحت مبين البول وهي رابط عليها الكيج عن طريق برشام. فالكيج ده بيمنع بقول لك البول ان هي تتحرك من مكانها او تفرط، يعني ده اللي بيخليها تتحرك وهي في مكانها ما تتنقلش من المكان اللي هي ممسوكة فيه. في السلايد هنا عملنا قطاع بيبين لك البيرنج ازاي بيترسم، وبنقفل عليه في الحقيقة بلوكنج ووشر علشان ما يتحركش، وبنعمل بعد كده عليها غطا بيربط بنربطه في الجسم بتاع الهاوزنج من بره بحيث يقفل ما يدخلش تراب على البيرنج ولا على البول، لان لو دخل تراب على البول ممكن يحصل تآكل في البولز الصغيرة دي وبالتالي تخبط وما يبقى ساعتها ما تنفعش وتبقى فشلت. هنا بيبين لك اللوكنج ووشر ومشاور لك عليها بالسهم اللي هو اللي قدامك، وباين ان هو متركب وزانق البيرنج بحيث ما يتحركش او ما يتفكش من مكانه. وطبعا البيرنج ده بيخش شحط مع الشافت وبتركيبه معينه، الشحط ممكن يكون شحط خفيف مش شحط جامد. هنا ازاي نعبر عن البيرنج في الرسم الميكانيكي. طبعا الشافت او شافت طويل اهو، ودي كل انواع البيرنج. وخلي بالك الاليمنت ممكن تكون بول بيرنج، ودي بنسميها سنجل رو بول بيرنج اللي هي صف واحد من البولز. وفي لو تلاحظ في اول نوع
بنلاقي فيه زي علامة مستطيلة كده ومستطيلة من هنا، يعني الوشر اللوكنج ووشر من الناحيتين. والمجموعة اللي بعدها الدبل رو اللي بيبقى صفين من البولز، ده عشان يتحمل لود اكتر. وطبعا الانجلر بولز او الانجلر كونتاكت بول بيرنج، وده البلية نفسها بتتقلب حوالي في الاتجاه بتاع اللود اللي بيقع عليها، يعني تلاقي القلب بتاع البيرنج بيتحرك انجلر كده. طيب في سلندريكال بول بيرنج اللي هو بيبقى الاليمنت مش كوره مش بليه، بيبقى ستورم. وفي تيبر رولر بيرنج بيبقى عباره عن كون مخروط او تيبر، الاسطوانه تيبر مسلوبه. وفي النيدل بتبقى الاسطوانه رفيعه جدا زي الابره فبيسموه البيرنج الابري. وفي الثراست بيرنج اللي هو يتحمل الأحمال المحورية بحيث ما يتفكش، بيبقى محفوظ من الجانبين بحلقتين ومتغطي بحيث ما لو جاله أكسيال لود ما يتفكش. وده كل أنواع البيرنج اللي ممكن بتستخدم فيه الصناعة. وده الشكل للتعبير عن البيرنج في الرسم الميكانيكي، كل الانواع حسب النوع بنعبر عنه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. اي نوع تقدر تعبر عنه زي الشكل بتاعه اللي قدامك. الرسم هنا بيبين لك انيميشن للجورنال بيرنج والبيز اللي هو لونها احمر، والجلب البوش اللي هي النصين، النص التحتاني اللي هو لونها فضي والنص الفوقاني برضو لونها فضي، بس النص الفوقاني فيه الهول اللي يقابل الهول اللي موجود في الكفر اللي هو لونه أصفر. هتلاقي في الكفر اللي لونه أصفر فيه هول مقابل على طول له تحت هول في النصف الجلبة العلوي، والمسامير تحت اللي هي بتمسك الغطاء مع اللي بتربط الغطاء مع النصين الجلبة اللي بيقفلوا على العمود، والمسامير دي بتطلع بتتربط طبعا بالصاميل، ممكن تربط بصامولتين او اربع صواميل، الصامولتين من كل ناحيه اللي هي بنسميها صاموله زنق او صواميل الزنق، بتتربط على صواميل الرباط. هنا عامل لك انيميشن برضو، بس لما المسمار ركب بقى من تحت بنركب المسمار الاول اهو بين المسمار، وطبعا على محوره المحاور باينه اللي هي الخطوط الزرقاء ديت علشان ابين لك المحاور بتاعتي اثناء دل. طبعا في لو لاحظت في البيز هتلاقي في هول تحت، الهول اللي تحت ده علشان لو حصل زيت زياده ينزل من الهول اللي تحت اللي في البيز دي. عشان لو زيتنا اكتر من اللازم فالزيت الزيادة بينزل من الهول اللي تحت. هنا عاملين انيميشن برضو بس بعد ما تجمعوا بقى النصين الجلبة، وطبعا النصين الجلبة دول لهم شولدر زي ما انت شايف، شفها من الناحية وشفها من الناحية الثانية، والمسامير متركبة ويدوبك على نفس المحور الصواميل هتتربط على الألووز اللي في المسامير. هنا بنبين حاجة مهمة أوي، أحيانا يتقال على المجموعة كلها بتاعت الجورنال بيرنج اللي هو الجسم مع الكفر مع الجلب مع المسامير بنسميها بلامر بلوك، يعني هي في الصناعة بيسموها بلامر بلوك، ومعمول فيها هاف سيكشن الناحية الشمال مبين لك فيها التفاصيل بتاع الثقب بتاع المسمار، ان في مكان لتبيت راس المسمار، وبيبين لك المجرى اللي في اليمين وفي الشمال اللي بتثبت
البلامر بلوك ده على المكان بتاعه اللي بيشيل العمود، وده السبورت بتاع العمود يعني. واللي في ال عندك هنا مبين لك برضو القطاع في الجلدة، والهول اللي فوق اللي في الكاب، وبيبقى أكبر من الهول اللي في الجلدة العلوية أو نصف الجلدة العلوي. فده في الحقيقة مثال واضح قوي علشان يبين لك التفاصيل بتاعت السكشن بتاع البلامر بلوك او الجورنال بيرنج. وهنا المسمار البولت لوحده، ومتركب تحت الصامولتين كمان قشر جلبه يعني ورده، الورده وبعدين صاموله رباط وبعدين صاموله زنك. فده تفصيل كويس قوي علشان يوضح لك شكل الرسم هيكون ايه. في السلايد اللي فاتت انا كنت مديلك نصف قطاع مجمع في الحقيقة عشان تفهم التفاصيل بتاعت البلامر بلوك كاملة او البيرنج البارتس اللي قدامك. انا مديلك هنا البارتس بتاعت البلامر بلوك او بتاعت البيرنج، ومديلك برضو هاف سيكشن، مدالك لكل الاجزاء عندك هاف سيكشن. طبعا المسامير ما فيهاش سيكشن يعني، فانا طالب منك فول سيكشن اليفيشن والبلان وهي متجمعه. كل ما هتعمله انك انت هتركب الجلبه مكانها في التجويف اللي موجود في البيز اللي هي نمره واحد، ودي مصنوعه من الكاست ايرون اللي هو حديد الزهر، تبقى في الحقيقه سباكه. والجلبة دي مصنوعة من البرونز أو النحاس، الجلبتين النحاس أو نصين الجلبة بتاع النحاس دول طبعا بتحط في التجويف بتاعها، وفيها الهول أويل بتاعها وقطره 6 ملي. هيتركب عليها الغطا، انت عندك الرأسي هيتجمع مع الرأسي، فالغطا فيه هاف سيكشن. لا انت هتكمل السيكشن بقى وتبين الهول الثاني اللي فيه، يعني هو في الناحيه الشمال باين الهول اللي في الكفر والناحيه اليمين مش باين لانه هاف سيكشن. لا انت لما يطلب منك اهو فول سيكشن هتبين الثقب طبعا من الناحيه اليمين، وهتبين التهشير في الناحيه اليمين، وهتبين تكمل الهول اللي في الكفر من فوق. يبقى وكذلك هتعمل الجلبه هتهشرها، وخلي بالك نص الجلبه الفوقاني تهشرها في ناحيه ونص الجلبة التحتاني تهشيره عكسي، علشان هما نصين مش حاجة واحدة، فتبين الكلام ده خلي بالك. طيب الإسقاط طبعا هتحط انت عندك المسمار هتنفذه من الهول وتربط صاملتين زي ما هو موجود قدامك. الصواميل دي طبعا من الستيل من الصلب. طيب المسقط الأفق بقى ايه الجديد اللي هيبان فيه؟ ولا حاجة، ده هيبان فيه حاجة عبيطة جدا اللي هي ايه بقى، إيه شكل الصواميل اللي هتربط في الكفر مع البيس كأنه تجمع بالظبط، لانه هو ده في كل حاجة. فيبقى انا عندي سهل قوي المسقط الافقي، والقطاع الرأسي هنكمل الهاف سيكشن ده نكمله فول سيكشن، ويبقى كده انا عملت رسم مجمع ليه البلامر بلوك او البيرنج او الجورنال بيرنج بتاعي. طب الاسايمنت اللي هناخده ايه بقى؟ انا مديلك رسمه للبلامر بلوك او للبيرنج متجمعه، انت بقى هترسم رسم تنفيذي او برودكشن درونج لكل اليمنت عندك. كل اليمنت هتحط عليه الدايمنشن، وهتحط عليه السيرفس رافنس، وهتحط عليه الجيومتريكال تولرانسز، وهتحط عليه الفيتس بتاعته. فانا عندك الاجزاء خمس اجزاء، البيز والبيرنج براس العلوي والبيرنج براس السفلي اللي هو النص العلوي والنص السفلي، وعندك الكاب اللي هو مصنوع من كاست ايرون، وطبعا البيز مصنوع من الكاست ايرون
فيرنج براس هو برونز، البولت مع النط مصنوعة من الميلابوزيل أو الصلب القابل للطرق، ده نوع من أنواع الصلب. وطبعا ده مسمارين، مطلوب منه العدد 2 لأنه مسمار من هنا ومسمار من هنا. ده هنشوف دلوقتي في السلايد الجاية ايه الرسم اللي هو مدهولنا. في السلايد اللي فاتت انا مديك ارقام 1 2 3 4 5، مش هقول لك انا هنا على كل جزء برقم، يعني البيز نمره 1، الجزء العلوي من البرونز او من الجلبه نمره 2، والسفلي نمره 3، الكاب او الكفر نمره 4، البولت مع الصواميل نمره 5. فيعني موضحه لك ايه متجمعه هنا بس هاف سيكشن. طيب المفروض انا بمسك كل جزء وارسمه لوحده له مسقطين على الاقل، المسقطين دول هيبينوا لي انا طالب مسقطين، عايز ترسمهم قطعين ارسمهم مسقط وقطع ارسم، بس المهم ترسمها كبرودكشن درون مع المواصفات اللي قلناها قبل كده من حيث الدايمنشنز والسيرفس رافنس والجيومتريكال تولرانس والدايمنشنز مع التولرانس بتاعتها. اشكركم على حسن المتابعه وارجو تنفيذ المطلوب، واتمنى ان انتم تكونوا حصلتوا على درجات كويسه في الميد تيرم، وان شاء الله تتحسن درجاتكم مع التواصل معايا في المحاضرات ومتابعة المعامل مع المعيدين، وتقووا نفسكم في الأوتوكاد علشان تعرف ترسم كويس وتحصل على درجات كويسة. أشكركم والسلام عليكم، معكم الدكتور محمد عمر هند.